نتكلموا على هذا الموضوع ديال الاسعار. انا كنظن بان الحكومه ارتكبت بزاف ديال الاخطاء استراتيجيه، لف في التواصل ولا من ناحيه التدبير الزمني، ما تتعرفش تختار الوقت المناسب باش تاخذ بعض القرارات وباش تبنى بعض السلوكات وباش تخرج بعض الخراجات. اليوم عطي عندي بزاف ديال النقاط مهمه. اليوم مثلا الاسعار هي ما بقاتش بداك الارتفاع اللي كانت، ولكن انا عندي احساس يعني بقى دكتور عذرا على المقاطعه، بعض المواد الاستهلاكيه الاساسيه طالعه. لا مازال ماشي ما رجعناش للاصل، ولكن كاين واحد كاين شويه ديال الرحمه، كاين شويه ديال اللطف الحمد لله، ولكن انا مقتنع بان هذا اللطف هذا ما جاش بمجهود ديال الحكومه. ان الحكومه برهنت لنا على عقم التدخلات ديالها وعدم النجاعه ديالها وضعف التدخلات ديالها، والتدخلات ديالها مشتين ماشي داكشي دقيق وفعال، وكتمشي تتشد. انا كنقول لك خص تشد الدور من الكرونو وتحمل المسؤوليه وتزيد القدام وتاخذ جميع القرارات اللي تخصها باش تخدم المواطن. هادشي ما دارش، ما دارتوش الحكومه. الحكومه كانت حشمه انك خطره كدير ضريبه، خطره نقصات هذه شهر ونص حيدت الضريبه على استيراد الابقار. ورني شكون الناس اللي كيشربوا دابا هاد الابقار؟ البرازيليه اللي داروا لنا الشوهه. سولت انا الجزار الاول والثاني، مشيت كنسولهم كيدير هذا اللحم ديال البقر واش كتشريوه؟ داروا لي بواحد الحركه بوجههم يعني قرف. اش غنشريو في هذا اللحم؟ كحل قال لك كيزو. فاش هادشي كي غادير تشري؟ والفرق بينه وبين اللحم ديالنا 10 ديال الدراهم. واش حنا ناس عندنا حضاره عندنا ذوق؟ حنا عندنا ذوق، حنا عندنا 1200 عام غادي نتقارنوا مع دول عاد خلاقت؟ غناكل نفس اللحم ديالهم؟ راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. راه حنا عندنا تقاليد، عندنا اعراف، عندنا ذوق، عندنا امور جايبين لنا هذا تدخل، هذا تدخل باش نقسم الثمن ديال اللحم. فين النجاعه ديال التدبير هذا؟ زادوا من بعد دابا عاوتاني البارح ولا هذه يومين وانا كنشوف تدخل ديال السيد الوزير ناطق رسمي باسم الحكومه، قال بان عاوتاني يرفعوا الضريبه على المعدات والاسمده الفلاحيه. علاش؟ باش نخفوا على الفلاح. وعلاش هادشي ما خديتوش النهار الاول؟ علاش ما درتوش الدقه الاولى، الثانيه، التدبير الثالث، التدبير الرابع، التدبير الخامس؟ يلا ما طيش ترجع ديك الساعات بثلاثه دراهم، والبطاطا ترجع بثلاثه دراهم وانتهى الامر. بقيتوا كتمخطوا فينا شهرين وثلاث شهور، حنا كنتمخطوا الاسبوع المقبل ان شاء الله سيكون هناك انخفاض. خرج وزيره من هنا تقول لك ان شاء الله في الايام المقبله، الاسابيع المقبله، ثلاث شهور وحنا كنتمخضوا. فتمخض الجبل وولد فأرة. هذا هو، هذا هو اللي تنستاهلو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنشوف كنزيد ناكد لك على سلوك اخر في الندوه التي اسميها الندوه العمياء اللي كيدير الناطق الرسمي باسم الحكومه. ما فهمتش السيد الوزير كيتكلم كيوريو لك هو في الصوره كيتكلم واقف في المنبر ديالو، والصحافه جالسين ليه ملي كينتقل المرحله ديال الاسئله ديال الصحافه الكاميرا ما كتمشيش تصور الصحفي اللي كيوضع السؤال، كتبقى الكاميرا واقفه في الوزير. علاش؟ حيت لا حد ما عرف علاش، انا ما عرفتش. المهم ما بقاوش يبانوا الصحافه، والصحفي ما عندوش الحق في الصوره ديالو تبان، والصحفي ما عندوش الحق يطرح السؤال وهو موجود. رجعت ندوه عمياء فيها طرف واحد، طرف الوزير هو كيجاوب، ولكن ملي كنجيو الصحفي غادي يطرح السؤال كنسمعوا غير الصوت. يجيب لنا شي مسؤولين اللي يكونوا كيحبوا هذه البلاد. ماشي مناسبه، كدير شي تدخلات ماشي هما هذوك. دابا تخيل الوقت اللي كان الغلاء فين واصل، والناس كيتخبطوا في رمضان، واللي خسر الاجر ديالو في 10 ايام ديال الشهر كله خسروا في 10 ايام الاولى ديال رمضان، وراه جالس كيسلف الى اخره، وكيجي المدرسه كتقول له خصك تخلص المصاريف ديال الدراري، ويعيط لهم مالين التليفونات، ولا سيدي راه الفاتوره الاولى والثانيه راه ما مخلصاش، ويعيط لهم مول الكرا ما مخلصش الكرا. وهادو معذورين، هادو راه بحالهم بحال المواطنين، هادو شركات